هذا السائل يسأل يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر. يرجى شرح الحديث، بارك الله فيكم. يعني هذا الحديث إن شاء الله واضح المعنى، والنبي أخبر بأن في أربع يعني أعمال أو صفات أو أخلاق إذا اجتمعت في إنسان كل لابد يكون منافق، منافق القلب، كذاب، مخلف للوعد، خائن للأمانة، فاجر في الخصوم. فإذا اجتمعت هذه الأربعة في شخص لابد يكون منافق. شو ممكن يكون هذا يعني مؤمن من أهل الإيمان؟ فإن الفاجر في الخصومة هذا حقود على أهل الإسلام، وخائن الأمانة كذلك، الدين عن أمانة، والكذب صفة من صفات يعني من أعظم الشرور، وكذلك خلاف الوعد. فهذه الأربعة لا تجتمع في شخص مؤمن، وإنما تجتمع في منافق.